تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشية منا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيث أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحباب الكرام، ونحن في زمن الكورونا نبحث ونترصد كيف يمكن أن نتجاوز هذه المحنة. الناس ينتظرون اللقاح، والآخرون ينتظرون رفع البلاء، والبلاء لا يرتفع إلا بالتضرع إلى الله. وفي ديننا الإسلامي الحنيف إرشادات ونصائح ووصايا تفيد بأن هناك عبادات خاصة شأنها دفع البلاء، إذا قام بها العبد فإن الله تعالى يعجل له دفع البلاء. ومن بينها الذكر والدعاء والصلاة والصدقة والاستغفار وغيرها. نذكر من بينها أيها الأحباب الكرام ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ظواهر كونية غريبة أدخلت الفزع في قلوب الناس وشعروا بالهلع. وكان بين ظهرانيهم سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقع له الخسوف والكسوف، وكانت هناك رياح هوجاء وأمطرت أمطار وشعروا بالهلع، فلجأوا إلى الله تعالى. وكان بين ظهرانيهم سيدنا النبي بدأ يشرح لهم ويفسر لهم حقيقة هذه الظواهر. ففي الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي الكريم فصلى بالناس، ثم خطب فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله، ادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. لاحظوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب صحابته ومن خلالهم الأمة بأسرها، ماذا نفعل إذا رأينا تغيرات كونية في الأرض، في الشمس، في القمر، في الغلاف الجوي، ماذا نفعل؟ نقوم للصلاة. أمرهم بماذا؟ أمرهم باستدفاع البلاء بالذكر والدعاء والصلاة والصدقة. وقال صلى الله عليه وسلم بأن من أصيب بكرب فعليه بالصلاة، فقال: من نابه أمر مهم من الكرب ينبغي له أن يفزع إلى الصلاة. فالوصية الأولى التي يوصي بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يفر إلى الصلاة، تفر إلى الله. فهذه وصية لنا جميعا، اللي كان يصلي من قبل هذه فرصة أنه يتقن صلاته، يؤديها في الوقت، يؤديها بخشوع وطمأنينة، ويحرص على أن يخشع فيها. ومن كان لا يصلي ماذا ينتظر؟ هل ينتظر خروج الدجال أو المسيح؟ هل ينتظر أن تشرق الشمس من مغربها؟ هل ينتظر أن تخرج الدابة تكلم الناس؟ هل ينتظر خروج يأجوج ومأجوج؟ أم ينتظر أن يأتيه الملكان فيقبضان روحه؟ فهذه هي الفرصة أيها الأحباب الكرام لكي نحافظ جميعا على الصلاة. والذي يصلي لا يخاف، الذي يصلي بإتقان ويصلي بيقين أحسن دواء. لا يمكن أن يمرض بمرض نفسي، أن يصاب بالاكتئاب،
أو يصاب بالخوف أو بالهلع أو يصاب بالذعر أو يصاب بالضعف. وحتى إذا وقع له كرب سرعان ما ينجو منه، صلاته سوف تنجيه. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكون الأمور صعبة للغاية كان يوصي صحابته ومن خلالهم الأمة الإسلامية جمعاء، يوصيهم دائما بالصلاة، وحكى لهم حكايات كثيرة. من بينها مثلا سيتكلم عن رجل اسمه ابن جريج، اللي هو كان من بني إسرائيل، كان من اليهود الصالحين العباد الزهاد، وقعت له وقائع لكن أنجته صلاته. في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاث. ثلاثة اللي تكلموا في المهدي، البشر لا يتكلم إلا بعد أن يبلغ واحد سن معينة، 3 سنين 4 سنين 5 سنين عاد يبدأ ينطق. لكن ثلاثة نطقوا يلا تولدوا، بقيت في الرضاع. من هم؟ عيسى ابن مريم. وذكر من بينهم أيضا أنه كان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، حتى وتكلم كان يصلي، كانت عنده صومعة كبيرة يتعبد فيها المولى، وكانت تأتي أمه تدعوه فيقول: يا ربي صلاتي أم أمي؟ أنا في الصلاة الآن، هل أجيب أمي تناديني أم أواظب على صلاتي؟ فكان يقدم صلاته، صلاته مع الله خير من أن ينادي أمه. لكن أمه غضبت منه فدعت عليه: نتقي دعوة الأمهات، نتقي دعوة الآباء، حتى ولو كانوا مسيئين إذا ظلمناهم وإذا آذيناهم فإن دعوتهم خطيرة جدا مستجابة. هذه الأم دعت على ابنها جريج وهو شاب صالح مؤمن، قالت: يا رب إني أناديه ولا يجبني، يبقى في صلاته، اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. شوف على دعوة كبيرة، قالت: يا رب لا تقبض راحه حتى تسلط عليه نساء ساقطات سافلات يعذبنه. أصعب حالة تتعذب الإنسان هي المرأة، المرأة أشد عذابا على الرجال. أما إذا كانت مرأة ساقطة أو مومسة فإن عذابها أليم وفظيع. واسأل الذين جربوا في حياتهم، فعلا جريج هذا الرجل الصالح بينما كان يتعبد تعرض لطريقه امرأة، امرأة ساقطة مومسة، فطلبت منه أن يقيم علاقة معها، علاقة آثمة. طبعا الرجل مؤمن متفرغ للعبادة يرفض، فرفضها فلم تأبى، قتل الناس كلهم يلهتون ورائي وأنا قدمت نفسي إليك ورفضتني، لم ينظر إليها. الرجل في العبادة وفي الطاعة وفي السجود والتضرع إلى الله، فغضبت المرأة وأرادت أن تتقم منه. فكان واحد الراعي كان على الغنم، مشت عنده مسكنت نفسها منه فوقعت الفاحشة. بعد مدة حملت المرأة، ولما وضعت مولودا حملته بين يديها وجاءت إلى سكان القرية والبلدة وقالت لهم: أيها الناس، هل تعلمون من فعل بهذه الفاحشة؟ إنه جريج، لقد اعترض سبيلي وتحرش بي وأفسد بي، وقد حبلت الآن وأنا ضعيفة وأريد منكم أن تقتصوا منه، خذوا حقي منه. الناس تعجبوا، دون أن يتثبتوا بدأوا يصرخون، فأتوا إلى جريج وكسروا عليه سمعته ورجموه بالحجارة وأنزلوه وسبوه وأرادوا أن يطبقوا عليه حكم الإعدام. فقال لهم قبل ذلك، قالوا: الأدلة كلها تدينك، المرأة وهناك شهود والصبي يشبهك وأنت صاحب الفعلة، كنت تختفي وراء الصومعة وتتظاهر بالعبادة والطاعة وأنت شقي وأنت فاسد. وكان الرجل الصالح يطأطئ رأسه ويسمع السب والشتم ويكيلون إليه التهم الباطلة. فقال لهم: افعلوا ما شئتم لكن عندي طلب وحيد. قالوا: اطلب. قال: قبل أن تنفذوا في أي حكم أريد أن أتوضأ وأصلي إلى ربي ركعتين.
فسمح له بذلك، فتوضأ وبدأ يصلي وهم يسخرون، ما إن يقوم من صلاة سوف ينفذون فيه العقاب. في صلاته بدأ يدعو الله: اللهم يا رب إني كنت أصلي إليك وكنت أفضلك عن أمي، كنت أفضلك عن التي ولدتني، أفضلك يا رب وأقدمك عن التي حملتني 9 أشهر في بطنها وأرضعتني من لبنها، كنت يا ربي أقدمك عن التي كانت تطعمني وتسقين. وبدأ يدعو الله سبحانه وتعالى، ولما قام من صلاته الناس بدأوا يشعرون بنوع من عدم التسرع لكي ينزل به العقاب، فتقدم إلى المرأة المومس وعندها الرضيع، فتقدم إليه ووخزه بأصبعه وقال: يا غلام من أبوك؟ من أبوك؟ فالناس بدأوا يسخرون، الرجل لقد أصيب بالجنون، إنه يسأل صبي لا زال يرضع كيف يتكلم؟ فإذا بالغلام بالصبي يطلق فمه من ثدي أمه ويتكلم بفصاحة وكأنه قاضي من القضاة، يقول: إن أبي هو ذلك الراعي وأنت بريء مني يا جريج. قالها بكلام مسموع فصيح بليغ حتى إن الناس لم يصدقوا، فعلموا أن هذه كرامة، وعلموا أنهم تسرعوا وظلموا هذا العبد الناسك، فانتقموا من الغلام من الراعي ومن المرأة، وطلبوا السماحة من جريج وقالوا له: إن أردت نبني لك صومعتك من جديد نبنيها من ذهب، من ذهب ونزينها بالفضة واللؤلؤ والمرجان. قال: لا، أريد فقط صومعتي من طين. حديث طويل جدا رواه النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد فيه أن جريج لما وقع في الشدة وفي الكرب ما الذي أنجاه؟ صلاته. الصلاة التي تحافظ عليها ستنجيك إذا كنت في كرب وكنت في شدة وكانت عندك ديون وكنت مهدد بالسجن أو كنت مهدد بأي شيء مخيف. تذكر صلاتك بالليل، تذكر خشوعك في السجود والركوع، قم وتوضأ ركعتين وقل: يا الله إني كنت أقدم صلاتي لك عن كل مصالح الدنيا، عن راحتي وعن نومي وعن متعتي وعن كذا وكذا، وسترون عجائب قدرة الله. فلهذا أيها الأحباب الكرام، من العبادات التي بها ندفع البلاء الحفاظ على الصلاة، لكن أي صلاة؟ لابد أن تكون الصلاة بخشوع وطمأنينة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة، ويقول: صلوا حتى يفرج الله عنكم، صلوا حتى يفرج الله عنكم. وكان يقول دائما: بادروا بها، لأن الإنسان إذا أسرع وبدأ إلى الصلاة فإن أي شيء كان مقدمة عذاب أو كان عذاب سوف يزول بأمر الله. العبادة الثانية التي تدفع البلاء وهي ملازمة الاستغفار. هذا الاستغفار أيها الأحباب الكرام من أهم الأسباب ندفع بها البلاء، حتى قال بعض الصالحين أن أعظم تلقيح هو موجود الآن، التلقيح ضد كورونا موجود في كتاب الله تعالى، لا نبحث عنه دوما في الصيدليات أو في المصحات، موجود في كتاب الله، هو ملازمة الاستغفار. مجرد أن تستغفر المولى، كورونا هو جندي من جنود الله وبلاء من بلاء الله، حينما يقترب منك وأنت تستغفر فإنه يخشاك وإنه يهابك وإنه يرتعد منك ويرجع. كورونا إذا أراد أن يؤذي أحد أبنائك وبناتك، أراد أن يؤذي زوجتك، أن أراد أن يؤذي والديك، أراد أن يؤذي أحد أحبابك وكنت من المستغفرين، فإن كورونا ما إن يقترب من دائرتك حتى يرتعش ويخاف ويعود، لأنه جندي من جنود الله وهو مأمور. وإذا كنت أنت من المستغفرين فأنت ولي من أولياء الله وأنت من أهل الله، لا تخاف أبدا، إلا من سبق في علم الله أنه سوف يصاب فإنه سوف يصاب، وإن شاء الله تعالى شهيد، وإن شاء الله إلى الجنة مباشرة، وإن شاء الله في ضيافة الرحمن. فالاستغفار أيها الأحباب الكرام من أهم الأسباب لدفع البلاء. ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أمانان كان على عهد رسول الله،
أمنان كان على هدي رسول الله، رفع أحدهما وبقي الآخر، فقالوا ما هم هذان الأمنان؟ الأمن الأول هو سيدنا النبي، سيدنا النبي كان أمان. المجتمع الإسلامي الأول في عهد النبوة في مكة والمدينة الناس كانوا يشعرون بالأمان، ما دام سيدنا النبي معهم في أمان. وقع خسوف ووقع كشوف ووقع إعصار ووقع أمطار طوفان، ولكن لم يتأذى أي أحد ما دام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معهم، لم يتأذى. حتى المدينة المنورة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إليها وكانت تسمى يثرب، وكانت فيها أوضاع غريبة، كان فيها الهواء كان ملوثا، والبيئة كانت فاسدة، وكانت فيها مستنقعات مائية، فيها أمراض متنقلة، أمراض غريبة تتنقل بالعدوى. فلما دخل صلى الله عليه وسلم قال يا رب إنها اسمها يثرب وأنا أسميها طيبة، اجعلها طيبة يا رب، اللهم ادفع عنا وباءها وادفع عنا خطرها واجلب لنا خيرها، بارك اللهم في سمائها وأرضها وترابها وهوائها، بارك اللهم في أشجارها ونخيلها وثمارها، بارك اللهم في أسواقها وصاعها، بارك اللهم في أهلها، فحلت البركة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة رأى في المنام أن امرأة سوداء شعرها منتفش رائحة ودفينة تخدش وجهها وتجري بعيدا حتى خرجت من حدود المدينة، فقال إنها التابعة التي كانت في المدينة خرجت تسمى الحرم، فصارت مباركة. ففي عهد النبي الكريم ما دام كان موجود الناس كانوا في أمان، لكن بشرنا الله تعالى أنه إذا انتقل سيدنا النبي بالرفيق الأعلى بقي عندنا أمان آخر. هناك أمانان، الأمان الأول رفعه الله وهو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الأمان الثاني ما هو اللي بقى عندنا؟ هو الاستغفار. ربنا عز وجل يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار مانع لوقوع العذاب بين الناس، حتى ولو وقع ما وقع استغفروا المولى وسوف نرى عجائب قدرة الله. كذلك أيها الأحباب الكرام، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله، العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله. غير تشعر بالخوف، غادي في السيارة، جالس في البيت ديالك، مشيتي للمستشفى، دخلتي لواحد المؤسسة، غادي مسافر، أي لحظة شعرت بالخوف إياك أن تجزع، استغفر المولى، فأنت في أمن وأمان وسلم وسلام ورعاية كاملة من الرحمن. ملازمة الاستغفار. كذلك أيها الأحباب الكرام، مما ندفع به البلاء وهو الدعاء بتضرع وإلحاح، ليس الدعاء العادي بل بتضرع وإلحاح. فالدعاء من أقوى الأسباب لدفع البلاء قبل نزوله. الدعاء هو عدو البلاء، يدافعه، يعالجه، يمنع من نزوله، لكن قد يتخلف أثره عنه، إما لضعف في نفس الإنسان بأن يكون دعاؤه خافت لا يصل إلى الله، أو ربما كان الدعاء في عدوان هذا لا يصل أيضا، يحب أن يلحق الأدب الآخرين، أو لكن في العبد عنده ضعف في قلبه أو عدم إقبال على الله، هذا كله لا يصل، لابد أن يكون الدعاء فيه قوة. كذلك الدعاء إذا كان في مانع لا يصل، من كان يأكل الحرام دعاؤه مقطوع، من كان يظلم الناس ويظلم المقرب إليه دعاؤه مقطوع، من كان عنده الذنوب في قلبه لا زال لم يتوب منها، الران الذي استولى على القلوب أيضا، الغفلة أيضا إذا استولت على القلوب، السهو وغلبة له على الإنسان، دعاء لا يصل، لابد أن يكون الدعاء من قلب صادق فيه العمق وفيه اليقين. ولا ينبغي للإنسان أن يستعجل ويستبطئ الإجابة فيتحسر ويقول دعوت ربي فلم يعطيني، إياك أن تستعجل وإياك أن تستبطئ الإجابة. فالدعاء لكي يكون هناك مستجاب لابد أن يكون فيه حضور القلب بالكلية، وأن يصادف وقتا من الأوقات للإجابة، أوقات الإجابة معظمة كثيرة،
منها الثلث الأخير من الليل عند الأذان، بين الأذان والإقامة، أدبار الصلوات المكتوبات، كذلك عند صعود الإمام في صلاة الجمعة إلى المنبر، وآخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة، وغير ذلك من الأمور. الدعاء لابد للإنسان أن يبدأ فيه أن يكون متوضئا على طهارة، يستقبل القبلة، يتدلل إلى مولاه، يتضرع ويخاطب الله برقة، ثم يبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم يثني بالصلاة على رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ويقدم بين يديه توبة واستغفارا أو صدقة، ثم يدخل على الله، يدخل أددك، لا تدخل على الله هكذا مباشرة. احنا عندنا في الأداب وفي العادات والتقاليد ما تدخلش على شي واحد بالدار ديالو من الدكاوين، لابد تدخل على الإنسان الآخر يديك عبرة. الله تعالى غني عن العالمين، لكن ندخل إلى الله تعالى بوضوء وطهارة وتوبة واستغفار وصدقات نقدمها للضعفاء والمساكين، ثم ندخل على الله، وبعد ذلك نلح في المسألة ونعلق كل أمالنا في الله، ونتملق إلى الله تعالى، ندعوه رغبة ورهبة، ونتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، ثم بعد ذلك سنرى عجائب قدرة الله. فهذا أيضا من الأعمال الطيبة في دفع البلاء. كذلك أيها الأحباب الكرام، مما ندفع به البلاء هو التحلي بمكارم الأخلاق وجميل الصفات. لكي تحلى بالأخلاق الكريمة، فهذا أيضا سبب من أسباب دفع البلاء. مجرد تكون من أهل الجود أو أهل الكرم أو أهل الإحسان، أو تكون من نسلة يوم الحياء، الناس اللي كيبادروا الناس بالابتسامة وبالسلام، الناس اللي ما كيعاتبوش الآخرين، الناس المتسامحين اللي فيهم الصفح والعفو، الناس اللي قلوبهم طيبة، كيتجاوزوا على الآخرين، أخلاق كريمة، صفات جميلة. إذا كانت عندك راك أيضا تمتلك وسيلة عظيمة من أسباب دفع البلاء. انظروا إلى حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء، يتحنث فيه، يتعبد فيه، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فلما رجع يرجف فؤاده دخل على أمنا خديجة رضي الله عنها، فقال: زملوني زملوني. فلما ذهب عنده الروع قال لخديجة وأخبرها الخبر، فقال: لقد خشيت على نفسي. سيدنا النبي يقول خشيت على نفسي، كيمشي لغار حراء في قبل منزل الوحي ويتحنث، يبتعد عن قومه، كان عنده خلوة. سيدنا النبي عنده خلوة، عنده عزلة، الأنبياء كلهم لازم بالخلوة، والأولياء باش يوصل مقام الولاية خصو يدوس الخلوة، وحنا الآن عندنا الحجر الصحي راه أشبه بالخلوة، كان يستغل الحجر الصحي راه الآن في خلوة مع الله، راه قلبك يسقل ويتطهر وينمو ويشرق. سيدنا النبي لما ظهر له جبريل وكلمه ذلك الكلام العظيم وقاله اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فزع، لقد شعر بالروع. لما ذهب عنه قال لأمنا خديجة: لقد خشيت على نفسي. ماذا قالت الزوجة الطاهرة؟ ماذا قالت الزوجة الطيبة أمنا خديجة بنت خويلد؟ قالت كلام جميل جدا، أثنت على رسول الله، جعلته يشعر بالطمأنينة والسكينة. قالت له: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. سيدنا محمد سمع هذه الكلمات فقلبه أشرق، وقلبه أنار، وقلبه يشعر بالطمأنينة. زوجته تقول في هذه الكلمة الطيبة، قالت له: يا محمد لا تخف، الله لا يخزيك أبدا، الله لا يخزي عبادا في ماضي الصفات، إنك لتصل الرحم. يا محمد كنت في الجاهلية تصل الرحم، عماته وأخواله كان كل مرة سيدنا النبي يذهب إليهم، وكل ما بغاش، حتى سيدنا النبي عاش يتيم وكان فقير وكان راعي الغنم، كل اللي كيبغيه وكل اللي ربما لا يحبه سيدنا النبي يطرق الباب ويأتي بالهدية ويصل الرحم ويسأل. فعلينا أن نقتدي بخلق النبي الكريم، كل واحد فينا يسول على الرحم دياله ولو غيب الهاتف، بالهاتف
كيف حالكم وكيف قدرتوا مع هذا الوباء، والله يحفظكم ويحفظ وليداتكم، ونبارك لهم رمضان، نحن على ابواب رمضان، يدخل لكم الله تعالى بالرحمه وبالمغفره والرضوان. هذه فرصتنا كل واحد منا يشارجي غير التليفون ويتصل مع العائله والاحباب، وخصوصا اللي عندنا معهم خصامات او عندنا معهم صراعات، ان تصل من قطعك. قالت له والله لن يخزيك الله ابدا، انك لا تصل الرحم وتحمل الكل. تحمل الكل، شكون هو الكل؟ هو ذاك الانسان اللي عنده ديون وعنده كروب وشعر بانه مغلوب على امره. شكون اللي غادي يقدم لي المساعده؟ اللي مشى عنده كيقول لي الله يسهل، ما مساليش، ما عنديش الوقت. سيدنا النبي ما كان يقول هكذا، يقول لك واخا بسم الله اش عندك نعاونك، جيتي لعندي اللي قدر تنديرو نديرو، يهز معاه يحط معاه، يمشي يدق الباب عند واحد ويطلب معاه. انك لا تحمل الكل وتكسب المعدوم. المعدوم ذاك الفقير اللي ما عندوش، سيدنا النبي كان رغم انه كان فقير كيمشي يقلب ويبحث ويدق الابواب ويخدم ويتعب ويعطيه، يكسب المعدوم. وتقري الضيف، سيدنا النبي كان يجي عنده الضيف ما يبات جيعان، كيبات شبعان، وكيخليه عنده مرتاح الوقت اللي بغى حتى يمشي على خطر خاطره، رغم ان من السنه ان الضيافه 3 ايام، لكن سيدنا النبي فيه الحياء، اللي جا عنده مرحبا يعطي الطعام والشراب والعنايه والابتسامه حتى على خطر خاطره يمشي. هذه اخلاق النبي الكريم، وتعين على نوائب الحق. إذا كان شي واحد مظلوم وبغى دعوة ديال الحق وبغى الشهادة في الحق، ما يخافش سيدنا النبي، كيمشي يقول الحق ويشهد ويقول كاين وكاين هذه أو ما كايناش، ولا يخاف لومة لائم. هذه صفة النبي قبل الإسلام. فأمنا خنجة قالت له والله لن يخزيك الله أبدا، اللي عنده هذه الصفات ربي سبحانه وتعالى لن يصيبه بمكروه، لأنه يتمتع بمكارم الأخلاق وجميل الصفات ومحاسن الشمائل. فعلينا أيها الأحباب الكرام أن نواظب على هذه الصفات، وإن شاء الله ربي عز وجل ستكون سببا لنا للسلامة من مصارع السوء ومن المكاره. وطبعا من كثر خيره حسنت عاقبته ورجي له السلامة الدين والدنيا. فاللهم يا رب العالمين وفقنا للعمل الصالح وتقبله منا يا أكرم الأكرمين، وارزقنا القبول في الأرض وفي السماء. اللهم ربنا وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، واجعلنا من أهلك وخاصتك. قولوا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.